شايفه؟ بتهرب ليه؟ بتجري ليه؟ ايه؟ مرعوب، مرعوب ليه؟ ده فكرك ظابط قاعد في العربية، ظابط وأنت حرامي بتجري يا نهار أسود من أولها. معلش وإيه ده أنا دي؟ ما حلقش دقنك ليه؟ أنت اللي مسلم منك جتة كده. جتة إيه؟ أنت بتبص تحت الرقبة أكتر. مفيش يا سيدي. المهم لازم تفهم إن أنت رياض باشا مدير السجن. حاضر، انا رياض باشا مدير السجن ومش بس صح؟ ايوه بس ماليش دعوه انا رياض باشا بس. ايوه رياض باشا، انا رياض باشا بس كده. وانت هتفضل واقف في السجن تقول يا رياض باشا بس؟ لا بس عشان افتكر بس عشان افتكر. واذا حد سالنا اقول له رياض باشا بس عشان الضابط الزغنطر ده هو اللي قال لي. اللي هو مين بقى؟ اللي هو انت الضابط الزغنطر. انا الضابط الزغنطر. على العموم اعمل اللي انت عاوز تعمله، المهم اطمن انا هبقى دايما في ظهرك. أتعب يعني ولا إيه ده؟ لا مش أتعب يعني عشان أراقبك، يعني هتلاقيني وراك يا جنبك يعني. لا أرفلك في حتة جنبي وراي عشان ما ألف ألقاك ما أضغطش أنا بقى مش مخ. أنا هنلعب مساكة يعني، عاوز أقول لك اطمن أنا هبقى مراقبك عشان ما تغلطش. وانت رياض باشا مدير السجن، أنا فهمت؟ انا رياض باشا مدير السجن. مدير السجن؟ مدير لا معلش بقى. اركب اركب اركب. لا 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 يعني ايه رياض يطلع من مستشفى الشغل؟ والله سعادتك هو بنفسه قال لي وصلني على البيت الاول، مش كده برضه؟ والله قال قلت له وصلنا على البيت من المدة دي. بعدين عموما يا رياض باشا اتفضل روح انت مع المدام وانا حالاتي النهارده في السجن. سجن ايه ومدام مين؟ روح انا وامي. مين دي؟ دي مراتك. الله ده نهار اسود. يلا يا رياض. ايوه وصلنا حتى بقى. ايوه ده النهار انت ما قلتش ان انا متجوز قبل كده. مدام فايحة. ده مين؟ رياض يلا. أيوة. حاضر يا حاج عبا جاي. طلق خلاص. فيحاء اسمها ايه؟ فيحاء. فيحاء. ده معطر ضاغط. مش اتفضلي يا مدام. يلا فضلك يلا. رياض انا عارفه ان انت زعلان مني. بس مش معنى كده انك انت تسيب البيت. صحيح ممكن اكون غلط. بس ده اسم مزيكا ما يستاهلش كل ده. رياض انت جوزي. وانا اكتر واحده لازم تبقى جنبك بعد العمليه. ده واجبي. انت ساكت كده ليه؟ هو حضرتك بتكلميني؟ امال بكلم مين؟ انا قصدك عنا كده فكرتك بتكلمني في النوبة عيل. انت مال صوتك عامل كده ليه؟ الفنج معصفر، الفنج معصر يعني. الدكتور قال لي هيقعد بتاع حوالي يعني 9-6 سنين كده يعني. ايه ده؟ انت ساكنه في القناطر الخارجية؟ استنى ونبى مدمزيل. استنى استنى. هو المكان ده غويط؟ لا الحمد لله على السلامه. انا هطلع اخد شاور بتاعي قبل ما تستريح. نعم هطلع اخد شاور بتاعي قبل ما تستريح. لا خد الشنطه برضه. ايه بقول الشمس اللي منور الدنيا دي؟ الليل اللي هاجم ده مبسوط بطبك او افلع من
وقفلت لجنة. كلهم سألوا عليك في المستشفى. والله دول كلهم؟ ليك حق تفتخر بيهم. أنا نفسي لما بقف قدامهم بحس إن أنا I'm so proud. أكيد أنت كمان so proud of them، صح؟ نعم. يعني هما أكيد يعني ولود حلال يعني. هما مين دول؟ دي العيلة يا رياض. لا 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 عويل. لا لا عويل. الحمد لله معلش ما خدتش العملية. معلش انا عارف العمليه اه بالظبط هي العمليه صعب متاثره بيها انا بس انت عارفه يعني فتره هتعدي. طب هما يعني هما ملمومين كده ليه؟ ده انكل مازن. فين بقى ده مازن ده انكل مازن. عميد نعم لسه واخد رتبه لواء نصب واحتيال. حديد وشايل رتبه ايه؟ نصب واحتيال. هو نصب يا لواء سواد يعني. طب ومين التاني اللازم ده اللي هو واخد شيكولاته كتير ده؟ ده انكل توفيق. توفيق؟ لا والله؟ واخد حتة مخدرات. يا لهوي. وازاي ده اخد والتاني ابو صباع طباشير ده عارف انا ده. لما كان بقه بايظ الحمد لله دلوقتي بقى شيل. ادهم بيع التليفون. انا فاضل لي 5 دقايق وهعترف. اثبت انت دلوقتي رياض باشا ولازم تتعامل على انك رياض باشا. ابص ايدك دي لسه معرفانا على عيله دلوقتي كلها رتب فضل لهم جزء عساكر واعلان الحرب. ابص ايدك تعالى خدني من البله دي. لو سرقت في اي سؤال اطلع منه باي حجه وانا من نجمه هكون عندك. انا عايز من نجمه. انا مستني من نجمه. لا عايزني هتطلع تنام ولا زعلان زي عوادك؟ هو لو حضرتك زعلانه او متعوده على الزعل يعني انا ما اقدرش ارفضك أي طلب يعني ممكن أزعل يعني. يبقى أكيد لسه زعلان. لا مش لسه زعلان. خلاص. لا ما هو من حرام. بنوي. 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 بلال. يا ما زي ما زي ما ده يا ما حاجة ده. حاجة. لا ما تمشي. لا. حد زعل بني آدم زي دي. حد زعل بني آدم زي دي. فالله 2 فولت وتنور. نايل على عينك بقى نام في الكبنين في قلب الكنيف نفسه. بلغت عني الحكومة؟ وأنا اللي كنت فاكر إنك هتبقى الحتة الطرية اللي في حياتي اللي كان عندي استعداد إن أحرم نفسي من الغطا عشان تستغطي أحرم نفسي من العشاء عشان تستعشي. أنت اللي زيك مش لازم يهمش اليوم الثلاث إيه؟ ولا الأربع. بتقول إيه؟ بقول إيه؟ الزرينة اللي بره دي بتاعت إيه؟ يا ربيت الشغل. شغل إيه؟ رياض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فزوق كبسة 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 توجع كبسة مو كبسة مو أنا هقوم أغسل وشي من الصوف البطن اللازق في صدرك ده تيجي فين في حلقة الليمبي شكته ده هو عندك Thank you.
تعرف حاجة؟ لا لك ضبط مبخير. ايه ده؟ انت حلقت؟ لا يعني حرتفت شوية يعني. رياض كده احلى بكتير. يعني لا يعني مش يعني كده احلى من absolutely. نعم absolutely. absolutely. دخل الريح حلو قوي يا عيني. رياض على فكرة أنا مستنيك في أوضة المكتب. أهلاً.